السلام عليكم، مساء الخير. من أكثر التطبيقات اللي عليها طلب هو تطبيقات نقل الملفات والبيانات والصور والفيديو من جهاز إلى ثاني أو من جهاز إلى الكمبيوتر. واليوم بشرح لكم بشكل سريع أفضل تطبيق مجاني لنقل الملفات والصور وجهات الاتصال بين الأجهزة، سواء كانت الأجهزة عندك أو كانت الأجهزة في مكان ثاني أو حتى في مدينة ثانية أو حتى في دولة ثانية. أول شيء أنا عندي ملفات في هذا الجهاز، بنقلها لهذا الجهاز. نفتح التطبيقين ونشوف هل بنقل كل شيء أو أحدد من فوق وش اللي بنقله بالضبط. إذا اخترت طبعا خيار نسخ الهاتف، هذا ينقل كل شيء من القديم إلى الجديد. أما إذا حددت فوق مثلا الصور، راح يفتح لك الألبومات اللي عندك، سواء أنت بتحدد الألبوم كامل أو تدخل تحدد صورة صورة. فلنفترض أنه نبي نحدد الألبوم كامل، وبعد ما حددنا الصور مثلا ندخل على الفيديو ونقول له مثلا أبغى هالفيديو وين هذولي أو الكل، ما في إشكال. بعدين نضغط على إرسال الملف. أنا اسم الآيفون حق الثاني موجود فوق، لكن بتجاهله على أساس أنه ملف جديد. أضغط على أنه ملف، يقول هل هو قريب؟ أقول له نعم، بيطلع لي كود. الكود هذا سواء الجهاز قريب عندك أو في مكان ثاني، تروح لما الجهاز الثاني وتضغط على استلام وتدخل الكود هنا. الكود اللي عطاني اياه ادخلته هنا واقول له حسنا، بالتالي بيبدا ينقل الصور. عمليه النقل جدا سريعه، وهنا مبين لك كم ملف نقل. هنا 9 صور و2 فيديو اللي حنا طلبنا نقلها بالجوال الثاني، نقول له تم. بعدين نروح نتاكد من البوم الصور، وبنلاحظ انه كل شيء طلبنا ارساله صار الان موجود عندي في البوم الكاميرا، وكذلك برضو اللي هو جهات الاتصال. الان نبي نشرح انه كيف طريقة ننقل البيانات من الايفون الى الكمبيوتر مباشرة، يعني هذا ما عاد له لزوم. بنفس الطريقة تحدد مثلا، فلنقول الصور ونعطيه ارسال، ولكن نعطيه الى الحاسوب وبيعطيني كود. الكود اللي اعطاني ندخل على هذا الموقع، وراح احط لكم رابطه باذن الله، وندخل الكود اللي اعطانا اياه. وبعد ما دخلنا الكود نقول له استلام، بنلاحظ انه بدا في عمليه تنزيل الصور، وراح يجيك على ملف مضغوط. اذا كانت صوره واحده راح يجيك الصوره عاديه بدون ملف مضغوط، اذا كانت مجموعه من الملفات راح يضغطها لك ويجيبها لك كملف مضغوط. ونلاحظ الآن أنه تم نقل الصور بشكل سريع. هذا المجلد، هذه الصور موجودة عندي كلها، جابها على الكمبيوتر. التطبيق جدا مفيد إذا حاب تنقل من جهاز إلى ثاني، أو حاب أنك تأخذ نسخة احتياطية من البيانات بدون كيابل بدون أي شيء. راح أحط لكم صورته بسناب الجهاز. وهذا تطبيق ثاني لنقل الصور والفيديو، صراحة يميزه أنه سريع جدا في عملية النقل، حتى لو كان عندك كميات كبيرة، ولكن يعيبه أنه مدفوع. وفي نسخة مجانية منه تقدر تستخدمها، لكن يعيبها أيضا أنه لابد أنك تنقل الصور أو الفيديو واحد واحد كمجلدات، لازم تأخذ المدفوع. ولو تطبيق على الجوال وعلى الماك أو على الويندوز، ونبي نجرب بشكل سريع، بنقول له إرسال، وبرسلها على الماك وبسوي سيرش هنا. وبعد ما تسوي سيرش راح يطلع لك الايفون حقك، تقول له كذا، بيطلع لك المجلدات هنا. اختار، اقول له مجلد، بعدين احط له داونلود، اسمي طبعا اي مجلد جديد، ويكون مثلا 888. بعدين اقول له نقل، بيبدا في عمليه النقل. ونلاحظ هنا انه بدا في عمليه النقل وسريع جدا. بعد ما نقله ندخل على المجلد كاميرا رول، بتحصل صور كلها عندك. راح احط لكم التطبيق بالسناب الجاية للي حاب انه يستفيد منه. وبكذا نكون شرحنا افضل تطبيقين لنقل الصور والملفات. اتمنى انه الشرح يفيد الجميع. اعذروني على القصور. السلام عليكم.